أسعد الله مساكم بكل خير. بعد أيام من غرق سفينة روبيمار البريطانية، هجوم آخر يستهدف سفينة ترو كونفيدنس التي يقول الحوثيون إنها أمريكية في البحر الأحمر مجددا. حسب الأخبار العاجلة التي أوردتها وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فإن عددا من القتلى والجرحى من طاقم السفينة المسادفة سقطوا بعد استهدافها بصواريخ حوثية في خليج عدن، وسط تنديدات دولية وإقليمية بشأن حجم الفوضى السارية في المنطقة بعد استهداف سفن شحن تجارية وتهديدات الملاحة البحرية. وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروتيزو قال إنه لمواجهة تلك الهجمات تشارك إيطاليا في المهمة الأوروبية أسبيداس، واصفا هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بأعمال حرب ملموسة وهجينة. ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجمات في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر. الولايات المتحدة الأمريكية بحسب صحيفة الشرق الأوسط أصدرت عقوبات تستهدف شركتين وسفينتين. قالت وزارة الخزانة إنها جميعا سهلت شحن السلع الأولية بالنيابة عن شبكة لأحدى جهات التسهيلات المالية لميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران وفق رويترز. نتساءل في حلقة اليوم عن طبيعة هذا الهجوم، وهل تطورت هجمات الحوثيين وأصبحت أكثر دقة في استهدافاتها؟ ما تبعات هذا الهجوم، وهل يمثل قرار واشنطن بإصدار عقوبات تستهدف شركتين وسفينتين ردا كبيرا على هجمات الحوثيين، وهل البلاد الآن على موعد لقصف أمريكي بريطاني جديد؟ مشاهدي الكرام، قبل الإجابة عن كل هذه الأسئلة دعونا في البداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير ونعود. على مشارف باب المندب قال الحوثيون إنهم استهدفوا سفينة شحن أمريكية، فيما قالت مصادر غربية إن السفينة ترفع علم بربادوس ومملوكة من شركة أمريكية. في الحصيلة الأولى ذكرت وكالة مصادر أمريكية مقتل اثنين من أفراد طاقم سفينة البضائع السائبة ترو كونفيدنس وإصابة ستة آخرين بحروق شديدة بعد أن لحقت أضرار بالسفينة. مالك السفينة المستهدفة قال إن الاتصال انقطع مع 23 من أفراد طاقمه، ونشرت شركة أمبري للسلامة البحرية معلومات تفيد إصابة السفينة وتعرضها لأضرار، مضيفة أن عمليات الإنقاذ تجري حالياً مع وجود أفراد من الطاقم بقوارب نجاة. عقب الهجوم بساعات قليلة سارع الناطق باسم الحوثيين لإعلان استهداف سفينة الشحن التي قال إنها أمريكية بعدد من الصواريخ البحرية، ما أدى لنشوب حرق فيها. هذه الحادثة هي الأولى التي يتم الإعلان فيها عن وفيات وإصابات وفقدان في وسط طاقم السفينة التي تواجه احتمالات الغرق بعد أكثر من أسبوعين من تمكن الحوثيين لإغراق سفينة روبيمار التي تحمل مبيدات سامة بالقرب من باب المندب. منذ ديسمبر الماضي تبنى الحوثي استهداف أكثر من 20 سفينة بمناطق البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة كجزء من إجراءاته لمنع السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية. رد الفعل الأمريكي والبريطاني على الهجمات الحوثية بدأ منذ تشكيل تحالف حارس الازدهار وشن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن رداً على هجماتهم في البحر الأحمر. البيت الأبيض أدرج الحوثيين في قائمة الجماعات الإرهابية، لكن دون أن يؤدي ذلك لأي تغيير في سلوك الحوثيين على الأرض. أهلا بكم مجدداً مشاهدي الكرام. إذن في البداية دعوني أرحب بضيفي هنا في الاستوديو المحلل السياسي سيد ياسين التميمي. أهلا وسهلا بك معنا سيد ياسين. تحية لك أخي هشام وللمشاهدين وضيوفك الكرام. وشكرا لك أيضا على انضمامك معنا. أيضا عبر الإسكايب ينضم إلينا الصحفي طالب الحسني. أهلا وسهلا بك أنت أيضا سيد طالب. أرحب بكما إذن ضيفي العزيزين، وأبدأ أولا معك سيد ياسين وللتعليق على الأخبار العاجلة التي وردت قبل ساعات من الآن عن استهداف جديد طال سفينة قول الحوثيون حسب بيان يحيى سريع المتحدث العسكري باسمهم أنها سفينة أمريكية، بينما السفينة المالكة قالت حتى الآن أنها لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية وأنها يونانية. كيف تعلق بالبداية على هذا التطور الجديد في البحر الأحمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وفقا للبيانات هيئة العمليات البحرية البريطانية
يعني السفينة تتبع ليبيريا ومسجلة في بلد آخر، ولكن كعادة السفن لا يستبعد أن يكون مالكها أمريكي على سبيل المثال، وسجلت في بلد آخر. هذا شأن السفن، يعني تكون تابعة لدولة لكن ترفع علم دولة أخرى. في الحقيقة هناك يعني معلومة السفينة موجودة ضمن تطبيقات، وهذا يتيح فرصة التعرف ما إذا كانت هذه السفينة تتبع للولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو أي بلد آخر. لكن كما هو حال السفينة التي استهدفت قبالة يعني في جنوب البحر الأحمر، وهي الآن غرقت أو غرقت تماما، روبيمار غرقت تماما، وهي محملة بمواد كيميائية خطيرة، ويعني تأثيرها ربما يكون كارثي على البيئة البحرية. هذه السفينة أيضا أعتقد محملة بنفس الشحنة، بضائع سائبة، بضائع سائبة، وفي الغالب الأعم ربما تكون بنفس المواد الكيميائية، وكأننا أمام أهداف هشة إلى حد ما. هي في النهاية هذه الإصابات تظهر مدى قدرة الحوثيين على الوصول إلى أهدافهم. المصادر الإعلامية الأمريكية الحوثية تقول أن هناك ضربتين على مطار الحديدة، وأنا أعتقد أنه هذا تحول نوعي في الاستهدافات الأمريكية، أن تستهدف مطار الحديدة، يعني من المنشآت المهمة بالنسبة لجماعة الحوثي، وقد تكون رد فعل على هذه الهجمات. لكن نحن بانتظار في الحقيقة الهجمات التي لم تنفذ ولن تنفذ، وهي استهداف القطاع البحرية الأمريكية العسكرية. يعني إذا استطعت أن تستهدف سفينة وهي محملة بمواد خطرة ويمكن أن تؤثر على البيئة البحرية، أنا أعتقد هكذا أنه ربما تكون هناك وسائل أخرى غير الضرب العسكري المباشر، بمعنى أنك تعترضها وتقطرها إلى ذا وتحتجزها، سيكون أفضل بكثير. لكن هل يستطيع ذلك؟ ربما يستطيع وربما لا، لكن لا، أنا أعتقد أنه لا مشكلة أن تمر هذه السفينة واستهدف سفينة أخرى. يعني يعني بضائع يمكن أن يكون تأثيرها البيئي أقل خطرا، لكن عندما تغرق سفينتان في نفس المنطقة هذا يعني في الحقيقة كارثة كبيرة. إذا افترضنا أنه روبيمار سفينة بريطانية، فأنا أتساءل لماذا بريطانيا لم تقم بواجبها الأخلاقي تجاه هذه السفينة وتقطرها، لا. على الأقل حماية للبيئة البحرية اليمنية. فاليوم يلاحظ أن ما يقوم به الحوثيون أصبح يتم تحت عناوين مثيرة للاهتمام من قبل أن البريطانيون والأمريكيين يصفون الهجمات الحوثية بالمتهورة، واليوم محمد علي الحوثي يصف ما يقوم به الأمريكان بالأفعال المتهورة. في الحقيقة يعني أنا أتساءل لماذا في نظر الأمريكان لا يرقى عمل الحوثيين إلى مستوى الإرهاب على سبيل المثال، ويعني أو على الأقل التوصيف لماذا لا يتطابق مع التصنيف؟ لماذا الحديث عن ضربات متهورة؟ هذا يعني أن الجميع ربما يقومون بهذا الاشتباك ضمن قواعد، وما يحدث اليوم هو خروج عن هذه القواعد، لهذا يسمى تهور. طيب، هنا أريد أن أسأل أيضا سيد طالب، أشركه معنا أيضا في النقاش لنتحدث عن طبيعة هذا الاستهداف الأخير. سيد طالب، هل اختلفت طبيعة الهجوم الذي ينفذه الحوثيون باتجاه هذه السفن؟ لاحظنا مؤخرا أنها أصبحت أكثر دقة في استهداف هذه السفن، لا سيما بعد غرق سفينة روبيمار، وربما هذه أول سفينة يسقط فيها قتلى وجرحى. أخبرنا مزيدا عن طبيعة هذا الاستهداف. نعم، أولا تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. أعتقد أننا نحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد، ليست العمليات السابقة أقل دقة، لكن هي ضمن قواعد اشتباك معينة. يعني كان الغرض هو تحذير السفن، منع السفن، يعني عدم استخدام أيضا الممر البحري، وكذلك كانت تركز على البحر الأحمر وباب المندب بشكل أكبر مما كانت تركز على البحر العربي وما وراء خليج عدن. حاليا نحن أمام مرحلة الإغراق
والتدمير والاستهداف في غرض عرقلة السفينة أو يعني إغراق السفينة. بدأ هذا منذ استهداف السفينة البريطانية التي لا تحمل مواد سامة كما حاول البعض أن يروج، هي مواد أقل سمية وهي مواد أيضا لا تضر بالبيئة البحرية. الشاب ياسين قال واستغرب لماذا لا تقطر بريطانيا السفينة، حاولت أن تقطرها ولكنها استهدفت مرة أخرى لأنه لا يسمح على الإطلاق للولايات المتحدة الأمريكية ولبريطانيا أن يتصرفون في البحر الأحمر كما يريدون. هذا الاستهداف الأخير والذي هو بعد استهداف السفينة الإسرائيلية في البحر العربي على مسافة 170 كيلومتر، يعني ما يقارب 91 أو 90 من 88 إلى 90 إلى 91 ميلا بحريا، السفينة الإسرائيلية. هذا يعني أن هناك السفينة الإسرائيلية، أي سفينة تقصد؟ التي تم استهدافها قبل يومين. نحن أمام ثلاث حالات من الاستهداف. استهداف السفينة الإسرائيلية قبل يومين وإحراقها وتم سحبها باتجاه موانئ ربما جيبوتي، ثم تم استهداف بارجتين أمريكيتين في المنطقة، في منطقة باب المندب وخليج عدن، ثم اليوم تم استهداف هذه السفينة الأمريكية المملوكة للولايات المتحدة الأمريكية حتى لو كانت تحمل أعلام دول وجزر. هذا يعني أنتم الآن تنفون بيان الشركة المالكة بأنها سفينة يونانية ولا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية، أقصد الحوثيون، هل ينفون ذلك؟ لم يقولوا ذلك، هي سفينة أمريكية وتفاصيل السفينة واضحة عليها. لا يمكن على الإطلاق أن تخفي السفينة هويتها لمجرد أنها تحمل أعلام جزر أو دول. أو هناك شراكة حتى أمريكية ببعض السفن أو بعض الشركات، لكن في الحقيقة هو ما أثبت خلال الفترة الماضية، نحن نتحدث عن 57 سفينة، 58 يوم، اليوم 59 سفينة تم استهدافها. كل هذه السفن مملوكة لبريطانيا، مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية، مملوكة لكيان عدو إسرائيلي. ربما هناك أخطاء طفيفة جدا مقارنة بالعدد الكبير من السفن، لكن ما يحصل وهذا هو المهم الآن هو دقة العمليات العسكرية في أماكن بعيدة جدا. الأماكن هي البحر العربي، وهذا أيضا هذه ساحة خليج عدن تقريبا، لم تصل إلى البحر العربي ولكن في خليج نعم في خليج عدن هي نعم لا أريد أن هي على بعد مسافة نعم هي على بعد مسافة 57 أو 54 من خليج عدن، هي على بعد مسافة كبيرة جدا من خليج عدن، هي في البحر العربي، لن تكون قد دخلت إلى خليج عدن. طيب يعني والسفينة الإسرائيلية أيضا استهدفت على بعد 88 كيلو من الشريط الساحلي لعدن، فهي بعيدة جدا. طيب أريد نعم أريد أن أسأل الجديد أيضا سأعود أن يكون هناك نعم تدمير للسفينة، وليس الغرض أيضا إلحاق الأذى. إذا معنا نقطتان، دقة العمليات العسكرية، دقة العمليات العسكرية والتدمير الكبير الذي يطال هذه السفن المصادفة مؤخرا. وهنا أريد أيضا أن أستضيف معي الخبير العسكري والاستراتيجي والباحث في الأمن البحري الدكتور علي الذهب. أهلا وسهلا بك معنا إذن سيد علي الذهب. نقطتان مهمتان أشار إليهما ضيفنا سيد طالب الحسني على أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الحوثيون ربما دخلت مرحلة جديدة من التصعيد تتسم بدقة العمليات العسكرية في استهداف السفن وحجم الضرر الذي تلحقه هذه العمليات بالسفن المصادفة، ما رأيك؟ حقيقة أنا الصوت عندي يقطع، يعني لم أكد أسمع السؤال. نعم، هل تسمع صوتي الآن بشكل جيد كي أستطيع أن أعيد لك السؤال؟ لا صراحة الصوت متقطع، لكن دعني إذا كنت فهمت السؤال وإذا كانت هناك
نعم يعني فرصة. طيب سيد علي، سأحاول أن ألقي السؤال ربما ببطء قليلا لكي تصلك يعني بسهولة دون تقطع. يتحدث ضيفنا سيد طالب الحسني بأننا دخلنا مرحلة جديدة من الاستهدافات يقوم فيها الحوثيون على عاملين، الأول هي الدقة في عملية الاستهداف وحجم الضرر الذي يلحق بهذه السفن. هل تتفق معه في هذه النقطة؟ بداية أولا أنا أقول لك السفن التي هو يبدو أنه يخلط أو بين مفهوم السفن، هناك سفن تجارية وهناك سفن حكومية مملوكة للحكومات وهناك سفن حربية. السفن التجارية يمكن أن تحمل أي علم أي دولة تسمى أعلام الموائمة، وهذه الأعلام نتيجة لأنه توفر الكثير من يعني الجانب التشغيلية من حيث الضرائب وما إلى ذلك، ولذلك تلقى الدول إلى أن تأخذ علم هذه الدول، وهناك اعتبارات كثيرة. فالمسألة عندما نقول أنه ضرب سفينة أمريكية هي سفينة تجارية مملوكة لشخص تعمل في جانب التجارة وليست للحكومة، وتحمل علم دولة أخرى. أما أن الاستهداف الذي يتحدث عنه وهو أنها تستهدف سفن عسكرية أو سفن مملوكة للحكومة، حتى اللحظة هناك إشارات إلى أن صواريخ الحوثيين وجهت نحو بعض القطاع العسكرية أو الحربية الأمريكية والبريطانية وجرى إسقاطها دون الوصول إليها ودون يعني تحقيق أي أضرار، لأن هذه السفن محمية ذاتيا من على متنها يعني منظومة الاستشعار دقيقة وفي نفس الوقت منظومة دفاع نارية لا يمكن الاقتراب منها، فهذا جانب. الجانب الآخر هناك أيضا زوارق أو وسائل دفاعية في محيط هذه السفن، ولذلك حتى اللحظة لم تسجل أي خسائر في هذه القطع. ربما دعني أقول أنه إذا قال أن لا، أنا لا أعدو الأمر، قال الحوثيون يمارسون يعني الهجمات بطريقة عشوائية، ليس لديهم معلومات كافية ودقيقة، ولو كان لديهم ذلك لأصابوا أهدافهم منذ اللحظات الأولى، ولكن هم الآن لديهم مجموعة من الصواريخ التي حصلوا عليها من الحكومة السابقة، الجيش السابق، منها مندب واحد واثنين وثلاثة، وهذه كلها مسميات يعني جديدة، ولكنها في نفس الوقت هي صواريخ صينية وروسية وهناك صواريخ إيرانية. يعني الانتقال كما يقول أنه إلى طور آخر، هذا يضعنا أمام تساؤل، هل بات الحوثيون على قدر من الواجهة بحيث أننا نجعلهم كقوة كبيرة إقليمية؟ بالطبع هذا لا يمكن، نحن ندرك تماما أن لديهم صواريخ يعني محدودة لا يمكن قياسها مع لدى خصومهم، واستخدامهم وخصومهم يستخدمونهم كفزاعة، ولو أرادوا لهم الضرب المبرح أو المهدي إلى الفناء لا باشرهم منذ اللحظة، ولكن هم نحن نعرف استراتيجية الولايات المتحدة والغرب هي تنمية وتقوية الكيانات الشيعية المسلحة ما دون الدولة والإبقاء عليها عنصر تهديد في مواجهة الدول المنطقة وهي الدول السنية. وإذا قارنا بين هذه الجماعة والجماعات السنية المسلحة لوجدنا الصورة واضحة تماما، أن الاستهداف يطال الجماعات السنية المسلحة لأنها تناهض المشروع الأمريكي والغربي مناهضة حقيقية، فيما حزب الله والجماعات الشيعية في العراق والحرس الثوري الإيراني وما شابه، ثم أخيرا الحوثيين هم مرعيين غربيا، وما يقومون به من هجمات هي ما دون يعني الضرر، ما دون تحقيق الضرر. إذا كان هناك فلتة هنا أو هناك فهي لزوم المشهد، وهذا ما هو واضح حتى الآن. طيب عندما نتحدث أيضا عن الهجمات التي تستهدف السفن التجارية، يتبادر إلى ذهننا، وأنا أريد أسأل أضيف السيد ياسين، يتبادر إلى ذهننا تحالف حارس الازدهار الذي ترأسه الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال شركات شحن مثل ميرسك الدنماركية، بورونوف البلجيكية، إيفر جيفن التايوانية، جرام كار كريزر النرويجية، كانت قد أعلنت
بداية هذا العام عن تجنبها المرور وتسير سفنها عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات من قبل الحوثيين رغم تطمينات حارس الازدهار. هل يعني ذلك أن حارس الازدهار فشل في وعوده بحماية هذه السفن التي قال بأنها تستطيع المرور عبر البحر الأحمر وهو سيتكفل بحمايتها؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية اعتقد أنها تتخفى خلف حارس الازدهار، لكن هي في حقيقة الأمر تقوم بعملية عسكرية حتى لا يفهم أنها تغطي على الحرب الصهيونية على غزة. هي تحاول أن تظهر أن ما يدور في البحر الأحمر هو عملية عسكرية مستقلة، وأنها تواجه عملا عسكريا يهدد العالم ويهدد التجارة العالمية إلى آخره، وتريد أن تصدر العالم صورة أنها تقود تحالف عالمي، لكن في الحقيقة هذا التحالف هو فشل، لأن هذا التحالف صوري وعمليا دولتان منخرطتان في العمل العسكري تحت مظلة هذا التحالف وهما الولايات المتحدة البريطانية وأمريكا. الاتحاد الأوروبي أرسل سفن لكنه سفنه قال أنها ليست معنية بالاشتباك مع الحوثيين. ربما السفن الحربية الفرنسية تعترض بعض الهجمات، فهو في الحقيقة ليس تحالفا دوليا، هو تحالف أمريكي. العنصر الفعال فيه هي الولايات المتحدة الأمريكية، بقية الدول هي يعني ربما تقدم تضامن سياسي مع التحركات العسكرية في جنوب البحر الأحمر. حتى هذه اللحظة أعود وأطرح فكرة المصطلحات المستخدمة دائما في البلاغات الصحفية عن التهور، التهور من جانب الحوثيين والتهور من جانب الأمريكيين، وكأن الأمر هو خروج عن قواعد منضبطة في هذا الاشتباك الذي دائما بطبيعة الحال تنصرف أهدافه بعيدا حتى عن قطاع غزة بالنسبة للحوثيين. وفي الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تصرف أذهان العالم أيضا إلى مشكلة أخرى في العالم وفي منطقة حيوية كالبحر الأحمر، بينما هي في النهاية تريد أن تغطي على جريمة حقيقية ترتكبها إسرائيل. لكن كأنك تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت للحوثيين في اللعب بحدود معينة ولا تسمح لهم بتجاوزها. بطبيعة الحال ما هي الحدود هذه التي لا تسمح لهم بتجاوزها؟ يعني يمكن القول بأن الحوثيين هم دون أن تلزمهم الولايات المتحدة الأمريكية، الحوثيين لا يستطيعون أن يقوموا بعمليات يمكن أن تؤذي الشق العسكري في المهمة الأمريكية، لأنه إن استهدفت، وهذا الأمر قد يحدث، إن استهدفت فردود الأفعال الأمريكية ستكون مختلفة تماما. حاولوا أكثر من مرة أن يستهدفوا سفن عسكرية أمريكية أيضا الحوثيون، هذا ما يظهر، لكن كما قال الدكتور علي الذهب هذه السفن لديها منظومة حماية ذكية جدا وتستهدف الرادارات بشكل مباشر، تضرب الرادارات بشكل مباشر، عندها قدرة اعتراضية لمواجهة أي أسلحة خصوصا الصواريخ التي استخدمها الحوثيون في استهداف السفن. هذه الأسلحة المستخدمة من قبل الحوثيين سهلت الاعتراض من جانب السفن الحربية. إذا صح وصدرت يعني بلاغات صحفية من الجانب الأمريكي أنه فعلا استهدف مطار الحديدة، فأنا أعتقد أنه في هذا تصعيد نوعي فيما يتعلق بقواعد الاشتباك، بمعنى أن الأمريكيين يمكن أن يقتربوا من أهداف أكثر حيوية بالنسبة لجماعة الحوثي. لكن ما الذي يمثل مطار الحديدة بالنسبة للحوثيين إن تم استهدافه؟ من الناحية الرمزية مطار الحديدة مهم جدا، في يعني الأمريكيين يريدون تعطيله بشكل كامل، ربما أن هناك طائرات مروحية تستخدم هذا المطار، ربما استهدفوا طائرات مروحية، ربما أرادوا أن يقول الحوثيين بأنه لا يمكن أن تستفيدوا من هذا المطار مطلقا. هذا الأمر يمكن أن يتصاعد إذا في المسألة جدية بطبيعة الحال، وأنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت إلى حد كبير في إهانة الشعب اليمني وفي تقوية الدور العسكري للحوثيين وفي تعطيل العملية السياسية في اليمن. وكان لديها تصور أن جماعة الحوثي هو شريك فعال فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وهو شريك أيديولوجي، وهو نتاج عقود من التخادم بين المجموعة المذهبية التي يمثلها جماعة الحوثي والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر يعود إلى الثمانينيات من القرن الماضي وهو يتزامن مع الثورة الخمينية في إيران. فللولايات المتحدة الأمريكية والغرب سياسة لإعادة تفكيك المنطقة جرى، وهذه مسألة يعني ليست مخفية على أحد، هذا الاستدعاء الطائفي للمكونات الشيعية في المنطقة جرى استدعاء هذه المكونات للقيام بهذا الدور. يعني تخيل أن اليمن الذي كان يتمتع بأفضل عملية انتقال سياسية، الحوثيين لم يكونوا يشكلوا شيء في ساحة التغيير، ليس لهم أي أهمية في ساحة التغيير، كان لديهم خيمة أو خيمتين لكن لم يستطيعوا أن يحدثوا أي تغيير، لكن قام حلف إقليمي ودولي بخدمة الحوثيين بشكل
بشكل كبير جدا، ثم جرى تصميم نهاية للعملية كارثية للعملية السياسية انتهت بتوقيع سلم الشراكة. أنا هذا الكلام أقوله لماذا؟ يعني حتى لا عندما نتحدث عن الهجمات في البحر الأحمر حتى لا نرسخ صورة بأنه ما يدور اليوم هو مواجهة بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية. طيب يعني هذا الأمر لازم أن يبقى محل نظر ولا يخفى على أذهان المراقبين. لنسمع ما الذي سيقوله سيد طالب. سيد طالب، حسب ما فهمته من الضيفي العزيزين السيد علي الذهب وأيضا ياسين التميمي بأن هناك تخادما إن لم يكن هناك تهاونا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مع الحوثي، لا توجد هناك جدية في القضاء على التهديد الذي يمثله الحوثيون. لو كان، وأضيف على ذلك كسؤال أيضا، لو كان هناك جدية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لنفذت ضربات جدية قوية كالتي كان ينفذها طيران السعودي في استهداف قيادات للحوثيين في صنعاء وصعدة، وكانت تمثل ضربة قوية بالنسبة للحوثيين. حتى الآن لم نشاهد تلك الضربات العنيفة والقوية التي كنا نشاهدها أيام الطلعات العسكرية أو الحربية التي كان ينفذها المملكة العربية السعودية. هل هذه فرضية موجودة ويؤمن بها طيف واسع مثلا من الحوثيون أم ينفوها بوقائع لديهم؟ أتمنى أيضا أن يكون لدي وقت كافي للرد. تفضل، الوقت لك. بخصوص كل ما قيل، أولا سأبدأ من هذا السؤال لأن له علاقة بما قالوا أيضا، أنه يعني أنها مسرحية ومجرد تخادم. أعتقد أن هذا لا يستند إلى وقائع وإلى أدلة وإلى شواهد وإلى حتى معطى عقلي، يعني لأن ما يحصل التحالفات، هذه التجميعات العسكرية إلى البحر الأحمر، هذه الهيبة الأمريكية التي تكسر، هذه الاستراتيجية الأمريكية الموجودة في البحر الأحمر، لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة أن تدخل هذا المسار مسرحيا. نجد لماذا يعني المسرحية؟ المسألة الأخرى أن الضيفين الكريمين من الذين كانوا يستبعدون أن يكون هناك أيضا عمل عسكري بهذا المستوى، خاصة الأخ علي الذهب، أنا التقيت به في أكثر من مساحة في ومن ضمنها قناتكم، كان يستبعد أن يكون هناك أي عمل عسكري من صنعاء يضر بالولايات المتحدة الأمريكية أو بهذا المستوى. مسألة الصواريخ هو أثار فكرة أنه هذه صواريخ يعني تابعة للنظام أو جاءت من خارج. يعني عندما يكون هناك معركة بهذا المستوى الكبير وقبل ذلك معركة مع التحالف، لا بد أن تكون الجهة، هذا ينطبق أيضا على كل محور المقاومة، لا بد أن تكون الجهة ذات يعني خط إنتاجي يواكب خط إنتاجي. لا يمكن أن تعتمد دولة تقود حرب أو تخوض حرب بهذا المستوى وهي تعتمد على تهريب الأسلحة أو تعتمد على مخزون أسلحة محدود، يعني بإمكانيات معينة. لا يمكن، هذا ينطبق على اليمن، ينطبق على لبنان، ينطبق على المقاومة الإسلامية، حماس في غزة، ينطبق على الكثير من المقاومات. لا بد أن يكون هناك خط إنتاج عسكري حتى تخوض معركة بهذا الحجم. تخوض معركة مع من تقصد؟ أي معركة تقصد؟ ماذا خسرته أنت؟ معركة البحر الأحمر، هل تسميها معركة الآن؟ هل هي معركة؟ وفق المصطلحات العسكرية هذه معركة لم يجرؤ عليها أحد. طيب دعني أستفهم منك سيد طالب، هل وفقا للمصطلحات العسكرية تعتبر هذه معركة أم مجرد ضربات ورد فعل على هذه الضربات؟ هذه معركة بتحالفات، تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها بحاجة إلى المزيد من هذه التحالفات. هذه المعركة تخوضها الحلف الأمريكي، حلف ما يسمى حماية الجدار، وحلف تقوده إيطاليا. هذه تحالفات، الأمر لا يتعلق فقط بالمواجهات، يتعلق بالهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة، يتعلق بنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة، يتعلق بالقواعد العسكرية، بالقواعد الاشتباك في هذه المنطقة، يتعلق بالخطوط الحمراء التي تم تجاوزها في هذه المنطقة. لا يمكن القول أيضا أن هناك نوع من هذا القبيل وأنت تشاهد إغراق سفن، احراق سفن، منع شركات من استخدام هذا المجال، استخدام طريق الرجاء الصالح. يعني حتى نكون منطقيين ودقيقين، اختلفوا مع الحوثي كيف ما شئتم، اختلفوا مع صنعاء كيف ما شئتم، لكن لا يمكن ان تقول انه لا، هذه عمليه تخادم،
عملية فيها الكثير من الأمور. هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية التي تقول دائما أن هناك تعقيدات في العمليات العسكرية التي تقوم بها، بما في ذلك أنه يتم استهداف سفن حربية عسكرية أمريكية باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل يومين فقط قبل يومين تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة كانت تستهدف البارجة الحربية كان، يعني هذه المعركة الكبيرة في هذه المنطقة. قولوا الأشياء مختلفة عن فكرة التخاذل، عن طيب. فكرة المسرحية. وكرد فعل الولايات المتحدة الأمريكية نعم. ستجازف وكرد فعل أيضا على هذه الضربات في هذا المنطق. نعم، وكرد فعل على هذه الضربات، ولا سيما هذا الهجوم الأخير الذي طال سفينة True Confidence. أريد أن أسأل أيضا السيد علي الذهب عن قراءته لقصف أمريكي بريطاني لمطار الحديدة، ما هي قراءته وفقا طبعا للإعلام التابع لجماعة الحوثي عن ضربات استهدفت مطار الحديدة، ما هي قراءتك؟ بالنسبة للمطارات هي لديها مرافق معينة وتستخدم في خدمة بعض الهجمات. هل الصوت واضح؟ نعم أسمعك، تفضل. عفوا، يعني المطارات هي استهدفت خلال يعني عمليات التحالف، وأيضا استهدفت في الضربات الأخيرة، ولكن الحوثيون يروجون أنه لم يعد هنالك من مرافق يمكن الاستفادة منها، وأنه يمثل قصفا لمقصوف أو ضربا لمضروب. ولكن في كل الأحوال أعيدت خلال الهدنة إعادة بناء بعض المرافق التي تخدم العمليات الجوية والرادارية وما شبه ذلك. كل ما من شأنه خدمة هذه التهديدات لابد أن يستفيد منه الحوثيون. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستهدف الولايات المتحدة وتهدر نيرانها الصاروخية أو طلعتها الجوية على مناطق ميتة. هذا لا يعقل بهذه القوة الكبيرة بما تمتلكه من تقنية، وهذا معروف عسكري أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تهدر نيرانك على منطقة ميتة. يجب أولا أن تستطلع هذه المنطقة وبما لديك من قوى ووسائل برية يعني أرضية وجوية، ومن ثم تقوم بعمليات التمهيد الناري أو الضرب على مصادر نيران إن كانت هذه المنطقة هي مصادر نيران أو مصادر تهديد. فلا أشك لذرة واحدة أو يعني أقل من ذلك أن ليس للولايات المتحدة دراية بأن هذا المطار يستغل في يعني إلا أنه يستغل في أراض عسكرية، ولذلك باشرته. أي منطقة أخرى استهدفتها الولايات المتحدة هي بناء على معلومات. قد يكون هناك جزء من التضليل والخداع والإخفاء والتمويه وما شابه ذلك، لكن في كل الأحوال هناك بناء وهياكل ضربها يؤدي إلى خسارة. صحيح أن لدى الحوثيين مناورة في نقل منصات الإطلاق من منطقة إلى أخرى، لكن أيضا هذه ترصدها ولا تستطيع التخفي بشكل أو بآخر. قدرات الدرونز أو الطائرات الأمريكية الكبيرة MQ أو نحوها لرايبر، هذه كلها أيضا لديها إمكانية وإن كان الحوثيون أسقطوا، لكن هذا أيضا لا يسقط قدرة الولايات المتحدة على الحصول على الكثير من المعلومات والاستهدافات لمناطق مصادر التهديد أو ما يمكن أن يخدم هذا التهديد. هناك إشارات طبعاً أن البعض يقول أن الولايات المتحدة أو يعني مصادر رسمية تقول أن الولايات المتحدة قالت أنها التي تمتلك بيانات أو معلومات حول مصادر التهديد. لا، لم تقل الولايات المتحدة هذا الشيء، ولكن خبراء وأيضاً مسؤولين سابقين كما قيل أنهم يقولون أو يعتقدون أن الولايات المتحدة ليس لديها قاعدة بيانات حول ما يقوم به الحوثيون من تهديدات حسب نوع السلاح أو المواقع التي يجري فيها إطلاق هذه الصواريخ أو المسيرات. لكن في كل الأحوال يظل المصدر الرئيسي لمثل هذه التصريحات هو يعني الولايات المتحدة أو القوى الأخرى المنخرطة في هذه الهجمة. طيب أريد أن أسألك هذا سيد ياسين، وفقا لما نقلته قناة الجزيرة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال بأن الحوثيين قتلوا اليوم مدنيين أبرياء عبر إجراءات وحشية متواصلة، ربما هذه أول مرة يسقط ضحايا جراء هذه الاستهدافات التي يقوم بها الحوثيون.
هل تتوقع رد فعل من الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من القصف الذي طال اليوم مطار الحديدة وفقا لوسائل الإعلام الحوثية؟ بطبيعة الحال اليوم النبرة الأمريكية ارتفعت، الاستهداف مطار الحديدة يشير إلى تحول نوعي أو إلى ارتفاع وتيرة ما يمكن وصفه بالعقاب الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضد أسلحة الحوثيين، ولا أقول ضد الحوثيين، لازلنا في حدود الأسلحة، أمريكا تستهدف الأسلحة ولا تستهدف أي شيء آخر. حتى يعني على الرغم من ما قاله سيد طالب بأنكم ما زلتم تشككون بأنها مسرحية ولا توجد هناك جدية في هذه الحرب التي يأخذونها ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ليست مسرحية، لا يوجد ما يسمى مسرحية، لكن هناك أدوار وهناك أحيانا كلف يعني يتم تقديمها عبر هذه الأدوار حتى يبدو الأمر كما لو كان بالفعل يعني مواجهات يستطيع الحوثيين تحمل تبعاتها. الحوثيون صدقني لو أنهم يدركون بأن المواجهة في البحر الأحمر يمكن أن تكلفهم وجودهم السياسي والعسكري في اليمن ما أقدموا عليه، ولكن هناك يعني هناك التقاء مصالح بين الحوثيين وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، ومسألة ضمان دور أساسي للحوثيين في اليمن كان شرطا أمريكيا قبل أي شيء آخر. اليوم صحيح أن ما يقوم به الحوثيون يتصادم ربما مع المصالح الأمريكية، لكن صدقني الولايات المتحدة الأمريكية يعني أعتقد أنها ترى فيما يقوم به الحوثيون تنفيس، فيما يقوم به حزب الله في هذه في هذا ضمن هذا المستوى تنفيس، فيما تقوم به الجماعات الشيعية والأفغانية في سوريا التي تحتل سوريا تنفيس، لكن عندما عصائب أهل الحق في العراق أو كما يسمون أنفسهم وهم عصائب أهل الباطل، عندما أرسلوا طائرة لا أدري ربما عن طريق الخطأ أو ربما كانت مجازفة أو ربما كانت رسالة خشنة واستهدفوا 122 برج 122 في الأردن وسقط الضحية، الرد الفعل الأمريكي كان قاسيا، ليس فقط الرد العسكري إنما الرسائل التي أرسلت لإيران ولحلفائهم الشيعة أجبرتهم على أن يعلنوا أنهم أوقفوا عمليتهم بشكل كامل، يعني عندما يكون هناك جدية. الولايات المتحدة الأمريكية لها مصلحة في أن يبقى الحوثيون، هذه العمليات يتمنحهم فرصة كبيرة ودعم معنوي كبير على أساس أنهم يواجهون ليس على مستوى الشعار الموت الأمريكي وإنما على مستوى الواقع هم يواجهون إسرائيل ويواجهون الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أنا لن أصدق هذا إلا عندما يخترق الحوثيون قواعد اللعبة ويهاجمون هدفا عسكريا أمريكيا تنتج عنه ردة فعل أمريكي أكثر قسوة. يعني أنا أقول إنه الولايات ردة الفعل الأمريكية تقصد بذلك اغتيال قادة في نعم الجماعة؟ نعم، عندما لا يشعر القادة الحوثيون بأنهم بأمان، هنا في هذه الحالة سأنظر إلى هذه المواجهة على أنها حقيقية. الآن الرد الفعل المعنوي والسياسي لجماعة الحوثيين من هذه المعركة يحقق هدف إيراني أمريكي حوثي مشترك، وهو أن الحوثيين اليوم ربما يكونوا أكثر تصلبا فيما يتعلق بتقرير مصير اليمن، ليس على أساس التشاور مع بقية الأطراف أو الحوار مع بقية الأطراف وإنما على وفق منطقة القوة. يعني الحوثيون واجهوا المملكة العربية السعودية والتحالف، ونحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دور أساسي في إبطال مفعول تدخل التحالف العسكري بشكل كامل، لكن ضف إليه أن التحالف نفسه كان له أهدافه الغبية والخبيثة واللعينة والعدائية تجاه اليمن. هذا الأمر أظهر تدخل التحالف العسكري الكبير كما لو كان فشل في مواجهة الحوثيين أو فشل في تحقيق أهدافه، وهذه المسألة لا أساس لها من الصحة. كان بإمكان التحالف أن يصل إلى صنعاء، وكان بإمكان التحالف أن يسقط الحوثيين، لكن الخطاب الذي أنت تعرفه ونعرفه ويعرفه الشعب اليمني عندما قالوا أنه هل نسلم صنعاء للأخوان المسلمين، يعني لكي تعرف يعني أنه في النهاية ما يبدو أنه تراكم للقوة والعناد والإصرار في مواجهة الحرب من قبل الحوثيين كلها أكاذيب. طيب، كلها أكاذيب. عندما أريد للحوثيين أن يخرجوا من عدن خرجوا، عندما أريد للحوثيين أن يندحروا يعني ويخرجوا حتى من الحديدة كادوا أن يفقدوا الحديدة. طيب، عندما تكون هناك عملية عسكرية حقيقية، يعني تريد أن تقنعني بأن التحالف لا يستطيع أن يحقق أهدافه ضد الحوثيين؟ لا، اليوم الحوثيين سيستطيعون أن يدعوا بأنهم أيضا واجهوا قوتين عظيمتين وواجهوا العالم في البحر الأحمر وانتصروا. طيب، إذا في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها مشكلة في النتائج السياسية لهذه
لهذه المناوشة، لأن الولايات المتحدة أنا أتهمها بأنها مجرمة أولا لأنها تدعم العدوان الصهيوني في غزة، ومجرمة لأنها قضت على العملية السياسية الناجحة في اليمن وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه. طيب عن عمليات استهداف السفن أريد أن أسأل السيد طالب الحسني، ربما أنت لا تتفق مع من يقول بأن استهداف سفينة روبي مار أضر بالحياة البيئية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر، وربما سيضر بالصيادين اليمنيين الذين كانوا يستفيدون فيها. وفقا يعني أتذكر قبل يومين أو ثلاثة أيام استضفنا مختصين في البيئة وتحدثوا بشكل أسهب في الحديث عن هذا الموضوع، لكن أريد أن أسألك عن نقطة، هل يقوم الحوثيون باختيار السفن التي يستهدفونها ويتحرون إن كانت هذه السفينة تحوي موادا سامة قد تضر بالبيئة وتضر بالبحر وتضر بالتنوع الحيوي فيه، أم أنه أي سفينة تبر عبر البحر الأحمر حتى لو كانت أمريكية بغض النظر ما الذي تحمله فإنه يجب استهدافها؟ لذلك لا أعتقد أن العملية العسكرية وما يحصل مؤخرا له علاقة بقضايا تتعلق بإجهاض العملية السياسية أو بالتكسب السياسي الداخلي، على حساب لأنه في حالة في الحالة الحالية الأخ ياسين هو ذكر أنه إذا كان هناك مجازفة يمكن أن يكون فيها مصير المصير السياسي مصير حركة أنصار الله مثلا في اليمن بأنهم لن يقدموا عليها. بالعكس، هذه أساسا هي صلب العملية الحقيقية التي كانت أتت كنتيجة فقط كنتيجة لهذه الجرأة في العمل العسكري في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا تحول كبير، وبالتالي حتى كسر الحصار على اليمن حصل ضمن هذه المعركة. اليوم هل تستطيع السعودية مثلا أن تقوم مرة أخرى بمحاصرة اليمن أو تفعيل الحصار على اليمن، علما أن 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 السعودية من الدول التي تفاجأت بعملية اليمن ولم تستخدم ضدها رغم أن هناك حصارا على اليمن. ما تقوله فيما يتعلق بانتقاء السفن؟ أعتقد أن أي سفينة لها علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا سواء كانت تجارية أو حكومية، علما أن السفن التجارية هي التي تعمل بصورة كبيرة، سيتم استهدافها. نحن نتحدث عن 57 سفينة كانت، ونتحدث عن أيضا أن هناك شركات أوقفت العمل، أوقفت المرور من البحر الأحمر. فإذا هناك نسبة بسيطة من السفن المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكيان عدو إسرائيلي التي لا تزال تستخدم الممرات البحرية باب المندب أو تمر من البحر العربي. فإذا في هذه النسبة هناك استهداف، فأي سفينة يتم استهدافها. بالنسبة لاستهداف السفن العسكرية، لا أعتقد أن الأخ ياسين يعني صادق في فكرة أنه لم يتم استهداف سفن حربية. تم استهداف سفن حربية وحتى حاملات الطائرات، ومؤخرا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن لديها إشكالية في مواجهة الهجمات، لأنه لأول مرة أيضا تتعامل مع استهداف مثلا استخدام الصواريخ البالستية التي أرض جو بعمل عسكري، يعني لم يعد لم يعد لدي سوى دقيقتين وأمنحها للدكتور علي الذهب حول تأثيرات هذه التطورات العسكرية على سلاسل الإمداد العالمية سواء في القطاع الصناعي أو الغذائي. هل تعتقد بأنه سيؤثر بشكل كبير على هذا القطاع؟ حتى اللحظة أنا أعتقد أنه مؤثر ولكن بشكل نسبي، لا زال الحوثيون يستفيدون من هذه الهجمات في تكسب من وراءها بطريقة غير مباشرة. نحن لا نعلم حتى اللحظة، وإن كان هناك بعض التسريبات أو أن أؤكدها، بأنهم يتقاضون بعض الأموال من بعض شركات الشحن، وذلك يمارسون هذه الضغوط لتمرير أو للحصول على موارد جديدة، واتخذوا من هذه التهديدات سوقا غير مشروعة للحصول على الإمدادات، على الموارد المالية أقصد. وفي نفس الوقت أنا أقول لك أن هناك تأثير، والتأثير هذا ينصب في اتجاه قناة السويس التي انخفضت عوائدها إلى 40 أو 50% حسب التصريحات الرسمية يعني رئيس جمهورية مصر العربية. ووجود الحوثيين في هذه اللحظة وتهديداتهم واستمرارهم وتشجيع أمريكي أو بغض الطرف عنه أيضا يدفع العالم إلى أن يقول أن البحر الأحمر لم يعد
آمنا لمرور السفن التجارية، وأن الممر الاقتصادي الذي تشرف عليه الولايات المتحدة عن طريق الإمارات والهند مرورا بالسعودية والأردن هو البديل الأمثل ودفع ونوع من التمرين، يعني تمرن العملية التجارة البرية البحرية المشتركة للمرور من هذا الطريق. وإلا لو كان يعني لو كان أرادت كما قلنا لو أرادت الولايات المتحدة فعلا القضاء على الحوثيين أو يعني تقويض قدراتهم تقويضا حقيقيا بحيث لا يجعلهم مصدر لهذا التهديد لبشرت ذلك من أول لحظة، سواء باستهداف قادتهم يعني القادة الجماعة أو أيضا المناطق الاستراتيجية العامة التي تقوض الجماعة تماما سياسيا وعسكريا واقتصاديا وتمنعها من مواصلة أي تهديد في هذا الاتجاه. إذا أشكرك جزيل الشكر ضيفي عبر الإسكايب الخبير العسكري والاستراتيجي والباحث في الأمن البحري الدكتور علي الذهب. أشكر أيضا ضيفي عبر الإسكايب الصحفي طالب الحسني وضيفي في الأستوديو المحلل السياسي ياسين التميمي. شكرا لكم جميعا ضيوف الأعزاء على انضمامكم في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام شكرا لكم، أنتم أيضا على طيب المتابعة. في أمان الله.